بس بالدرجة الأولى بالنسبة للفوز تشوف أن المخرج طبعا أهم شيء، لأن المخرج بإيده ممكن نص تافه يسوي نص صورة حلوة. أي طبعا، ومو بإيده العكس تماما. وفي اللي ممكن يجاوب كذي إجابة دبلوماسية ويقول لك لا الثلاثة مهمين. هل تحسين أن فعلا الثلاثة مهمين؟ هو طيب ثلاثة. إذا فنانة مثلا نعرض عليها دور وأحد هالأضلع المهمة لاكتمال المثلث هي مو مقتنعة فيه أو لازم أنها تضحي، في هالحالة شنو تسوي؟ عشان كذي أنا شنو أقول لك، المخرج مهم. المخرج ممكن يسوي مسلسل من نص يعني تشوفين أنت بالورقين شنو هذا، بس هو ممكن يطلع لك شيء. وفي مخرج لا يهدم النص، يكون نص حلو تشوفينه حلو وتبنين آمالك عليه وبعدين يهدمه إخراجيا. يعني أنا عندي المخرج جدا مهم. وبالنسبة للجمهور يعني أي نوع من الأعمال اللي دائما يعني تحسين إنه يعجبهم شنو ذائقة الجمهور؟ شوفي أنا قبل كنت أقول لا هم ملوا من الأعمال الثقيلة يحبون الشبابية، لا ملوا من الشبابية يبون شيء ثقيل. الجمهور يتبع العمل الجيد. شكرا. ليش القصص العاطفية هي المؤثر فوز؟ يعني هل لأن إحنا الجمهور تغلبنا العاطفة؟ دائما نوقف في صف الضعيف، دائما ننصر المشهد اللي فيه المرأة قد تكون مستضعفة أو لا قدر الله في مشهد اغتصاب، هل لأن إحنا نميل العاطفة ندور للمشهد اللي أثر في عاطفتنا؟ إحنا يعني شعوب عاطفية في النهاية، يعني شعوب العربية. إذا صحيح شعوب عاطفية للعاطفة. إيه يعني عاطفية أكثر، يعني شوف يعني دليل لأن الأكشن والهذا مو عندنا، مو موجود يعني. توا بدأوا يحطونه في السينما المصرية، ولا احنا شعوب عاطفية لأن الناس يمكن تفتقد حق هالنوع من الأعمال أكثر شيء، أو يمكن تأثروا بالمسلسلات التركية وحبوا. أنا ما أقول إيش يعني شافوها أن ناجحة وايد. شوفي سالفة المسلسلات التركية يقولون الناس تأثروا فيها، أنا ما أشوفها بدليل عبد الحليم حافظ، بدليل يعني من زمان ترى هذا موجود. احنا شعوب عاطفية خلاص خلصنا. هم يحبون القصص الرومانسية الناس.